صحة شربتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكاميرا كاشير رمضانية FBI. ضيفنا الليلة هو الفنان أنيس الطيب. أنيس جاء قناة كارتاج بلوس باش يشارك في سهرة رمضانية ولقى عند دخوله فريق من FBI عمل تفتيش كامل للسيارة. قلنا له كالعادة أنه السفير الأمريكي قاعد يعمل في حوار مع معزب الغربية وجيب معها تعزيزات لدواعي أمنية. دخلنا أنيس للوج وين قاعد يستنى في دخوله للبرنامج. أنيس كان متوتر شوية ويمكن سبب هو سلاح والقوات اللي شافها في الخارج. ركبنا له الميكرو ومن بعد شوية أعطينا شارة انطلاق الهجوم المزعوم. أنا توا في اللوج وحدي من بانك كان يتوتر. أنا توا قاعد في اللوج. صلي. أنيس قص على المكالمة وفاق طول اللي فما حكاية قاعدة تصير البرك. وزاد دخول أعوان الإف بي آي لإجلاء المكان آمن في تأكيد وصول هجوم خارج. أنيس كان مرعوب وقعد يعيط حتى دخل الإف بي آي تراك الحافلة الخاصة بالإف بي آي. شفامة برسامك شفامة ضيفنا ديريكت تسأل علي ساير خارج الغرفة. Anis كان متوتر ياسر وأيمن حاول يطمن. Look at me. Sorry. Look at me. Okay, breathe. I'm afraid. I'm very afraid. No, I'm here. من حسن حظه أنيس كان يحكي انجليزي بالكدا وتواصل مع مورغان. This is a blended truck. So you are surrounded with a wall into a shielded truck. But right now I'm protecting you. Don't even talk to him. أنيس. He is in custody in jail in prison. طريقة غير مباشرة مورغان تكلم على الإرهابي المسجون داخل الغرفة وأنيس وقتها فهم لي الحكاية معقدة أكثر من اللي كان يتصور. أنيس. يا أنيس. وي. معاك النقيب عماد يا أنيس عايش ولدي. وي. أنيس. وي. شكون معز؟ السعد الزيداني تخلى على الخط وطلب يحكي مع أنيس. وأنيس فرح كي سمع صوته ويسخاي بروحه يحكي مع معز بن غربي. ودي شي الحكاية ذي شي الحكاية ودي أنا جيت أنا باش نصور في التلفزة راني ما. أنيس. عايش ولدي أمور أمنية ثلاثة دقائق وباش معناها نقتحموا المكان ونخرجوا. يعني حاطيني هنا أنا مع التيروريست هنا في الوحدة. وأنا قال لي خرجوني من برا. أنيس باش نأمنوك باش تخرج معناها بأمان. باش شكون هذا اللي محطوط هنا؟ أمريكاني هذاك من الإف بي آي. مش على يدي الآخر هذا شكون؟ أمريكاني. برسمك خرجني يا مان، جاي والديك خرجني من هون يرحم والديك. أنيس كان متقلق سيرتو من وليد الزريبي اللي معاه في الغرفة، مع أقل حس كان يتهز ويتحرك. أنيس كان متوتر ياسر وحاول يعمل اتصال، لكن أبو الإف بي آي المزعومين باش ينحيوا له التليفون قبل ما يخرجوا ويخليوه وحده مع أبو وليد. كيفاش باش يتصرف أنيس الطيف؟ اقعدوا معنا بعد الفاصل. قبل الفاصل خلينا عوان الاف بي اي خرجوا خليوا أنيس الطيف مع ابو وليد وأنيس في بعضه ما عادش عارف شعر. يا أنيس ألو يا أنيس تسمع فيا؟ نسمع فيك يا أنيس عايش ولدي ريد احنا باش نخرجوك. إيه ما تخلينيش مع ذا يا عاد. إيه ما تخليش الأمريكان. تخليش واحد يا ما تخليش وحدي. مشكلة أنيس كانت في وليد ونسى الحرب اللي صايرة البر. ساعدني معلم برسمك خليني بجاي وليك راني خواف راني. هنا أنيس كان صريح مع أول كلمة قالها الوليد وأعلمه أنه خواف. يا أنيس وي تم أمني تضربي عايشك ابعد على الباب برسمكم خرجوني برسي العسك عليكم خرجوني بالله خرجوني. يا أنيس أنا لهنا عندي صغار راني عندي صغار وعندي عائلة ما جاي نعمل أنا هنا. يا أنيس احنا لهنا ما كنتم تصوروا مع واحد شو مدخلني أنا باش نأمنوك. يا أنيس احنا لهنا بدي خليوا فيا وحدي باش أمنوني خرجوني. ضيفنا كان كل همه أنه يخرج وبشوية بشوية بدأ يحكي مع وليد. أعطيني شربة ماء بالله ما عنديش ماء
اعطيني شربة ما عنديش عايش خويا خليني برسمك يلا ليه فيهم برسمك اعطيني انت شربة ما برسمك اعطيني شربة ما برسمك اعطيني شربة ما ما عنديش شربة ما والله لا عندي يا اخي اعطيني تليفونك اعطيني تليفون هزوه تليفون كلموا الإخوة إني سأحكي مع وليد أي حاجة المهم يخطأ ماتوا الإخوة البرا وليد كيعاته يبتر الضيوف ومحاولته فك السلسلة والخروج هدي من عرش عليهم هدي مش مدخلني هنا يا هدي جاي بس تغني ولا بالله أنا نار الأمريكي ماتوا لا 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 أخذ رأي عايش خوي أخذ غادي طيب يقتلوك رأي برسمك اختان السفير الأمريكي ماتوا لا ما ماتش مات حطيت تصويرتي في فيسبوك الناس مات هاي حطوه ساي تصويرتي انا حطاها ما حطوش تصويرتي الله اكبر الله اكبر مات السفينة لا لا خليك كيك عطيني مفتاح خليك كيك عطيني مفتاح فماش مفتاح حدي ارجي حارف الخزنة امشي حارف الخزنة عطيني مفتاح الله يسخني انا ما عنديش علاقة بيك انا انت اخ كوسي يا امين كيفاش تحلل امين يا انيس انفتح يا انيس على القاعة تمد على القاعة وابعد يا انيس يا امين يا انيس ادعو قام هذا الهم هذا يا امين يا انيس تسمع فيا نسمع فيك يا ولدي تمد على القاعة ثم كرتوش مش تقطع من المكان سعد يزيدني كيعات ويسيب شوية بهنيس باش ضيفنا يزيد يتوتر ويدخل بعض اعطيني المفتاح اعطيني المفتاح بالله عليك يا انيس تسمع فيا نسمع فيك يا أنيس كلم فيك تسمع فيا نسمع فيك اسمع ماكي مفتاح أنا في الخشب بالله عليك حطيني المفتاح أنا وحطه في الخشب ما نعطيكش مفتاح يا ولدي نلعبه مع الأمريكان يا أخي يا ولدي أقعد غادي يا مان عايش خوي طلنا منها بأربعة أقعد غادي يا ولدي أنا قتلت اثنين أقعد تو يقتلوك أنت زيدا كان حرك رأي أنا قتلت اثنين أوه أنيس ما يلعبش مع الأمريكان والفض يعطي المفتاح لأبو وليد يا انيس تسمع فيا يا انيس اسمع فيك لا يا دي لازم تقتلني هذا يا دي لازم عليا مان عليها هكا مان توا انيس باش يفيق اللي وليد عنده حزام ناس باش يفقد شويه الهدوء اللي كانت عنده ايش لازم عليا هذا كيفاش زعما باش يتصرف مع الوضعيه الجديده اقعدوا معنا بعد الفاصل الباب رجع الباب شوف رجع الباب مسكر الباب يا انيس قبل الفاصل خلينا ابو وليد واللي هو الزميل وليد الزريبي يكشف على حزام ناسف كان مخبيه وانيس الطيف اللي كان رايض نوعا ما نجز من بلاستو وحاول يخلع الباب على الباب رجع الباب رجع الباب مسكر الباب يا انيس بند على القاعه قتلنا واحد شوف الاخوه قتلوا امريكي الله اكبر لا خويا نسمع فيك برسمك ايش يا مان اي مضروب كرتوش يا ميتو كل برا شوف بالله يا علي ما حبش نغزر لك لا شوف الشاشة حبش نغزر لك انت تحكيش معايا شوف الشاشة تحكيش معايا ما نقعد يا ودي فقط يا انيس انا خرجت يا انيس شكون شوف الامريكي شوف ابعد على الباب باش ندخلك باب والله كتحلش عبو فجر الروح دوب ما تحل الباب وليد هدد الضيف متاعنا باش يفجر الروح وانيس هنا ركبوا الروح لكنه في الاخر تشجع ونجز البر خاوس سي بون جو نبي سي بون سي بون انيس امنيك كي شاف السعدي الزيداني وفيق اللي هي كاميرا كاشي انيس فرق قلبه وقعد مدة باش تسترجع أنفاسه وأخيرا ضحك وعطانا كلمة أنيس
اقسم بالله ما بعرفش هذا الكلام. خليه هذا ما تقصوهاش والله لك عبد. على شكون؟ على مين؟ عليك انت. انا سقطت منك لا هذاك مين حسابي معاهم بعد خليك. امان الوليد عليك كيف؟ ما خليش كثير. برافو برافو تري بيان فيك. برافو. برافو. سيد. وش هي لبسه اللبسه هذه؟ تتخمل شفت القنبلة داخل هذه شعر لموت الفاكو مبروك ما عدوما مش حكا لرس مش حكا لرس خويا رمضانكم مبروك سنة كل عام معاهم بخير مرسي بوكو عايش خويا عايش خويا مان عايش خويا مان